ومشيا على الأقدام. قرارات السياحة يحييكم. مشيت فظيع فظيع. شلون مثل الجديات؟ واحنا بالسيارة؟ أكيد. اليوم المجموعة اللي معانا من الشارقة حبوا أن يترجلوا من السيارة ونقضيها شوية مشي هذا الطريق حتى نستمتع بهذه الغابات. هذه غابات اللي تشوفوها في ديليجان، ألوان الخريف بدأت تظهر على الأشجار بعد شهر تقريبا، ما نعطي أكثر، أو نهاية الشهر التاسع هذه الأشجار اللي نشاهدها باللون الأخضر تتحول إلى لوحات فنية تمتزج فيها بدون مبالغة مئات الألوان. الأحمر وتدرجات اللون الأحمر، البرتقالي وتدرجات البرتقالي، والأصفر وتدرجاته، مشهد يفوق الوصف بصراحة. احنا ترجلنا تقريبا صار كيلومترا نمشي او ثلاثة، جو لطيف جدا، راح نقعد بالسيارة ونستمر بجولتنا الى بئر قرارتي. الى اللقاء اصغانا لحظة. هذه الطريقة توقفنا. هلا الله يوم. هذا التفاح. واو تفاح أحمر. يلا بالعافية. هذا في ديليجان على الطريق، هذا التفاح وهذا الكمثرى.